نتحدث عن السمات، سمات الأجواء في ليلة القدر، لأن هناك أقاويل أو أحاديث أو روايات تقول أن الهواء يرق، لا يوجد في سكون، أن حتى بعض الحيوانات تصمت، وكأن هناك حدث جلل في الأجواء. بطبيعة الحال هناك روايات في هذا الشأن بتدلنا على أن الكون في حالة سكون وفي حالة صفاء، وبتقول لنا بأن الشمس أيضا بتكون بدون شعاع في صبيحة هذه الليلة. هل هذه الروايات يعني دقيقة إلى هذا الحد؟ نحن يعني بنستأنس بها وهي محببة، وهي محببة نعم، لكن ما يهمنا هذه الحالة التي أحكى عنها القرآن الكريم في قوله سلام هي حتى مطلع الفجر. هذا السلام كيف يتحقق؟ هو سلام نفسي عند الإنسان، يعني الإنسان بيشعر بالطمأنينة في هذه الليلة، وسلام كوني، وسلام كوني بلا شك. ليه؟ لأن الملائكة نزلت، تنزلوا الملائكة، وتنزل هنا تعبير دقيق، مش نزلت الملائكة، لأن القرآن أنزلناه في ليلة القدر في العام اللي هو الأول من البعثة النبوية، من أول ما أوحي إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، على قول من يقول أن ابتداء نزول القرآن على رسول الله في هذه الليلة وهو يتعبد في غار حراء، لما قال له الوحي اقرأ باسم ربك الذي خلق. فابتداء نزول القرآن ده عليه رأي كثير من المفسرين، يقول إن أنزلناه في يعني ابتدأ نزول القرآن الكريم، وفي أقوال أخرى لا، ده هو نزل جملة إلى في هذه الليلة ثم نزل موزعا على أسئلة السائلين وعلى الزمن وعلى حاجات الناس وعلى الأقضية التي تحدث على مدى 23 سنة. على كل حال يعني ليلة القدر الملائكة نزلت فيها وتنزل فيها، هل قبل يعني مع نزول القرآن الكريم وفقط، ولا تنزل في كل زمن؟ هي التعبير تنزل بالفعل المضارع يدل على الحال والاستقبال، مظبوط، بمعنى أنها تتنزل الآن وستتنزل في الأزمنة في تواصل تأتي بعدكم، في تواصل في التنزل، في تواصل في التنزل في عصرنا وفي العصر الذي سبقنا والعصر المقبل الذي سيلحقنا وسيأتي بعد ذلك. تتنزل الملائكة والروح فيها، الروح وسيدنا جبريل عليه السلام، وفي ارتباط هنا شرطي بين ليلة القدر ونزول الملائكة. نعم، ما هي تنزل أيضا لشرف هذه، لإحاطة هذه الليلة بالقدر العظيم. فالملائكة يعني أجسام نورانية وهم لا يعصون الله ما أمرهم، فهم في طاعة مستمرة، والروح أيضا والروح اللي هو سيدنا جبريل عليه السلام ينزل وهو أشرف الملائكة على الإطلاق، لأنه موكل بإرسال أو بإرسال الرسائل أو بوحي الرسائل إلى الرسل الكرام وإلى الأنبياء بتبليغ هذه الرسائل إليهم، وهم يبلغونها إلى البشر. فعلى كل حال الملائكة بهذا الاعتبار عندما ينزلون فتتحقق السكينة والاستقرار والهدوء النفسي لدى الإنسان، ولا شك أن ذلك سينعكس على الكون في المحيط الذي يعيش فيه ذلك الإنسان. المظاهر الأخرى لا مانع منها من ناحية الشرع ولا حتى من ناحية العقل. يعني أنا